هلا هيك اشتغل. ها طيب هذه الفانكشن هون لين تشينج، الفكره الاساسيه في لين. لسه عندي هاي الموديل نفسه الاصلي تبعي اللي هو الجاما بيتا في وجاما واكس واي وثيتا. ثبتت السرعه تبعتي وانا ماشي الان بخط مستقيم، انا ماشي بخط مستقيم في اتجاه الاكس مثلا، وبدي احرك اللين تبعي انتقل من مسرب لمسرب، مسربين حتى انتقل مسرب مسرب، وانا مقرر انه ما بدي اغير سرعتي، ما بدي اهدي سرعتي، حتى وانا بغير المسرب بدي اضل ماشي بنفس السرعه تبعتي الاصليه. ها في عندي مكان ما فيش مشكله، فايش راح مين اغير؟ اغير بالستيرنج. فهلا اذا انا بدي اروح مثلا للشمال راح احط زاويه معينه لفتره زمنيه معينه، صارت هيك السياره برجع. هلا بس ارجع هيك وين صار اتجاهي؟ على 45 درجه. بعدين حتى ارجع مره ثانيه هيك ايش لازم اعمل؟ اذا نطلع هلا هون هاي الانبوت اللي هو اظن فانكشن، هاي بتقدر تعملها بالسيميولينك. الفانكشن هذا عندي 0 0 0 يعني ظليت ماشي دغري. 0.5 غيرت 0.5 راديان، اظن هذه بتطلع، بعرف اذا بتطلع لليمين، اظن بتطلع للشمال هذه هون لو لمده 1 سكند. فلمده 1 سكند خليت الزاويه هاي 0.5، طبعا غيرتها انا فجاه هون، انت في الواقع ما راح تغير فجاه، بس انا غيرتها فجاه هيك، ظلت لمده 1 سكند على 0.5 راديان، رجعت فجاه. ظل بعدين ظليت ماشي بخط منحني او خط مائل لمده 0، وانت ماشي بالخط المائل الستيرنج تبعك مستقيم مضبوط. هلا ايمتى بترد بترجعه مره ثانيه؟ لما بترجع هيك. فهون ايش عندي صار؟ مره ثانيه كمان 0.5 بهذا الاتجاه. فالفانكشن هاي اللي هي تبعت الجاما هيك، وهي راح يصير لها بعدين هي راح تاثر على الحركه تبعت السيستم. اذا هلا هون اذا عملنا رن راح يطلع معي اكس وواي من هون، هي هذا اكس فيرسز واي، مش مبينه مع السرعه بس انا عارف انه سرعتي قديش ضلت طول الوقت. ضلت واحد، فانا ماشي هون واحد طول، ما غير ما نزل سرعتي، بس هذا ما ببين هون لانه هذا بين ايش وايش؟ بين اكس وواي، فانا ماشي باتجاه باتجاه ايش؟ الاكس، عم بزيد الاكس معي والواي، فالمسرب هيك جاي، هي المسارب، فالمسرب تبعي هون قررت اغير للمسرب هذا اللي موجود هون. الفترة الأولى اللي هي غيرت فيها من هون هاي كانت 0.5، لفيت لحد ما هاي صارت خط مستقيم. الفترة اللي كانت فيها خط مستقيم الستيرنج معي ايش؟ عادي. لما رديت قررت ارجع من هون شو عملت؟ رديت رجعت مرة ثانية فمشيت بهذا الاتجاه. هذا مثال على لين تشينجينج فانكشن لهذا السيستم.